الطائفة الثانية التي ابتليت بهم هذه الأمة في هذا الزمن، وأنا أقول لا أدخل في نوايا أحد، أعوذ بالله أن أدخل في قلبي شخص فأحكم على ما في قلبي، لكن ما يقولونه في القنوات الفضائية وما تأتي إلينا من مقاطع مليئة، قد امتلأ اليوتيوب بها، مليئة بالخلل والزلل في العقيدة، بل حتى في مدح الصوفية وفي مدح أهل الأهواء من أناس قد يرققون كلامهم بأسلوب حزين أو بدمعة جارفة زائدة أو بفصاحة أو ما شابه ذلك من هذه الأساليب، فمقاطعهم وكلامهم يحكم عليهم لا أحكم عليهم. وإلا فرقة القلب وخشية القلب وخشوع القلب ودمعة العين مما أمر الشرع بها، لكن لا تكون طريقاً لهؤلاء الذين يمدحون الصوفية ويمدحون أهل الأهواء وأهل البدع بأسلوب يرقق الكلام به. ولذلك ماذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين؟ قال رحمه الله، قال حذيفة: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: ما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الرجل قد خشع بدنه وقلبه خال من الخشوع.